انشقاق عدد من جنود الكتيبة الرابعة باللواء الثالث مشاة وانضمامهم إلى صفوف القوات المسلحة اليمنية في صنعاء. وأكدت مصادر موثوقة أن الجنود المنشقين قرروا ترك مواقعهم والانضمام إلى قوات صنعاء في خطوة تعتبر ضربة موجعة للتحالف الذي تقوده السعودية وحكومة عدن، حيث تأتي هذه الانشقاقات في وقت حساس تشهد فيه الجبهة السياسية والتفاوضية ساعات حاسمة. وتعد هذه الخطوة دليلاً على تزايد حالة الإحباط والتذمر بين صفوف القوات الموالية للتحالف، وخصوصاً في ظل التوترات والخلافات الداخلية والضغوط المستمرة، إضافة إلى موقف حكومة التحالف المتعصب بعد أحداث 7 أكتوبر واصطفاف تلك الحكومة مع التحالف الأمريكي ضد قوات صنعاء المساندة لغز عسكرياً،